السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. أنا مصر إنهم يروحون ويشوفون مثل العالم. أيها الإخوة المشاهدون، أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سينمائي وتلفزيوني ومسرحي وإذاعي وكل ما يتعلق بفن التمثيل. أيوة، بس ده مشروع في مخاطرة كبيرة جدا، مش زي ما أنت متصور. أنت فكرت في أبعاد المشروع هذا؟ درست كل جوانبه. وتوصلت لإيش؟ توصلت القرار بإنشاء شركة إنتاج فني سميتها خالد أرتيفيشل للإنتاج الفني. خالد، أنا يا ابني مش عاوز أصادر على أفكارك، لكن حكاية أصادر دي يا خالد، هو أنت في الجمرك؟ ثم يا إخوان أنتوا خايفين ليه؟ خالد، اللي أنا عارفه أنه اللي بتحكم في العملية موزع داخلي وموزع خارجي، هذا غير توزيع الفيديو. اضحكتني يا فتى، كل الاشياء هذه انا عارفها. طيب انت دارسها؟ المهم الاخلاق، القيت عليها نظره. توجه الى المشاركه بالاعمال الفنيه في الخليج والعالم العربي بالرغم من حداثه سنه وبدايه عمله في مجال التمثيل. انه الفنان القدير صاحب البصمه المميزه خالد سامي. موضوع مهم. خير ان شاء الله، وش في يا جندل؟ يا صفوقه، الحياه يا اخوك متعبه. اي بالله يا جندل ان الحياه متعبه. يا صفوق، وانت وش رايك؟ وش في؟ في الحياه يا ابن الحلال، ما تسمع انت؟ تصدق بعض النوبات احس انها متعبه؟ اي كلنا يا جندل نشوف ان الحياه متعبه. ولد الفنان خالد سامي في مدينه بريده في منطقه القصيم في عام 1961 للميلاد. يذكر الفنان خالد انه دخل للتمثيل بمحض الصدفه من خلال تواجده في بيت الشباب بالرياض. في نطاق خالد النشاط المدرسي، هل كنت يعني فعلا يعني تجهز نفسك او تحضر نفسك لتكون ممثل مثلا؟ نهائيا. كيف كان؟ ابدا ولا احضر. يعني دورني ورا الكوره ورا مطامر كذا، انما فن مسرح ويمثلون مسرحيات ولا اروح لهم حتى. طيب كيف كان الموضوع ده؟ ما ادري والله، انا اسمع ذي الفنانين في اللقاءات وكذا انه الفن يسري في دمي من الطفوله. انا لا والله، انا دلوقتي راجع وبقوة، وبقول لكل نجوم السينما شدوا الأحزمة، خالد قادم وبقوة. لكن في البداية لازم أشرح لك عن التمثيل. أشرح لك. شكرا. بالراحة بس. في البداية فضل. أول ما تبتدي أول خطوة في التمثيل، أيوة، تقوي ذاكرتك. أقوي ذاكرتك؟ نعم. أيوة. وتمرنها وتعودها على الحفظ. والاختزال. والاختزال. يعني كانت انطلاقة خالد سامي مع المسرح عام 1980 في حفل افتتاح بيوت الشباب برعاية وحضور الأمير فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب الله يرحمه. بعدها انطلق إلى مسرح الجمعية. بعد مسرح الجمعية انطلق في رحلته لتحقيق النجاح والشهرة من خلال عدة برامج تلفزيونية مثل أوراق ملونة وبرامج وبرنامج من كل البستان الزهرة. تمكن الفنان خالد سامي من خلال الموهبة والمهارة أن يصنع لنفسه اسما لامعا في ساحة الفن الدرامي السعودي والخليجي والعربي. استفاد خالد سامي من مرافقته للراحل بكر الشدي في العمل معه بالدراما التلفزيونية، وكانت مشاركته الخارجية سبقت عمله بالأعمال المحلية.
كانت انطلاقته المحلية من خلال برنامج أوراق ملونة، ومن ثم في مسرحية عويس 19 التي كانت نقلة في مسيرة عدد من الجيل الثاني من الفنانين السعوديين. خالد سامي كان من أهم تلك الأسماء التي مرت في تلك المرحلة. خالد سامي قدم للفن السعودي شيء كثير. خالد سامي ميزته كفنان أنه لا يعتمد على مساحة الدور أو البطولة، أو هو رجل يثق في نفسه كفنان، فبالتالي كان يلعب أدوار صغيرة أحياناً، ولكن كان يكون هو الأبرز والأجمل في هذه الأعمال. في منتصف الثمانينيات انتقل خالد سامي إلى العمل عربياً من خلال مشاركته في مسلسلات مصرية في أدوار مهمة جداً شكلت له انطلاقة للنجومية، بل يعتبر الفنان خالد سامي من أكثر الممثلين السعوديين مشاركة في الأعمال المصرية نظراً لإتقانه اللهجة، منها حارة السكري والضابط والمجرم وآن الأوان والنوة وبوابة الحلواني. ايوه هنفوت على ابو ناسب نقول له حاجة كده ونرد على المين. ما تخافوا شوية على المعلم عرفان انت والباشا بتاعك يا زكي. غلبت معايا لول. الظهر بقى الأخ زكي شخصيته ضعيفة حبتين، والأخ سأسأ واكل جمجمته. أنا مع لقمة عيش يا حن. ثم المعلم فتحي ما بيعملش حاجة غلط مع عرفان، ده هو اللي مديله دكانة الزنقة ومطوله. كما شارك النجم خالد سامي في تلك الفترة في عدد من المسلسلات الخليجية والعربية، مثل المسلسل الكويتي الشهير الجوهرة والصياد، ومسلسل إليكم مع التحية، والمسلسل الأردني قلوب وأبناء، والمسلسل السوري الوسيط. أحلام أحلام تفوح من الصمت وتطل من عينين مجنونتين. وليس هناك متسع للكلام. لماذا؟ لا شيء لا شيء، لكني أقرأ في عينيك سرا داكن الألوان، وألمح على محياك عتبا وملامة. أرجوك لا تتركني وحيدة تصفر في أذني الريح وتبتلع أحلامي ردود فعلك الباردة. ولكنني يا سلوى أشعر أنني غريب عنكم، غريب. في حقبة الثمانينيات والتسعينيات ازدهرت الدراما البدوية التي تتناول حياة البادية، فقد كان هناك حضور طاغي للممثل خالد سامي مثل مسلسل الرحيل ومسلسل عذراء الرمال ودمعة فرح والمسلسل الأشهر عودة حصويت. استمر الفنان خالد سامي في عطائه المتوهج في التسعينيات خارج المملكة، فقد ساهم في كتابة مسلسلين، الأول بعنوان دنيا حضور، والذي قدمه الفنان راشد الماجد كممثل لأول مرة بمشاركة الفنان ناصر القصبي، وقد تم تصويره في القاهرة، بالإضافة إلى مسلسل شقة الحرية ومسلسل البيت الكبير ومسلسل أحلام الغروب التي شارك بها أثناء استقراره في القاهرة. ممكن أفهم بقى الهدايا دي بمناسبة إيه إن شاء الله؟ عشان نصالحك. أنت يا أخويا مش كنت زعلان مننا؟ كنت زعلان، دلوقتي مش زعلان، خلاص أنا نسيت الموضوع. كنت زعلان ودلوقتي سامحتكم ونسيت الموضوع ده خالص. إيه بس نحنا ما نسينا، علشان كده بقى حبينا نصالحك، وكل بقى واحدة فينا جابت لك هدية بس على ذوقها. تفتكر بقى يا خالد أنا جبت لك إيه؟ قولي أنت. لا قولي أنت. لا قولي أنت. جبت لك جلاليب صوف للشتاء وجلاليب حرير للصيف. بس إيه بقى، أصلا أنا عارفة الجلاليب البلدي بقى هتليق عليك قوي قوي يا خالد. أنت هتقولي لي متشكر قوي يا دلال. وأنا كمان جبت لك إزازة بارفان وكرافة آخر موضة. شكرا كتير يا ساره. وانا جبت لك بدله كاراتيه احدث موديل وحزام احمر، علشان هعمل لك مباراه واكسبك فيها، وادي لك الحزام الاحمر بدل الحزام البرتقاني، وبعد كده هعمل لك مباراه تانية واكسبك فيها وادي لك الحزام الاسود. ده شرف كبير ليا. وانت يا نوف ما جبتي لي شيء؟ طبعا طبعا جبت لك يا خالد، وانا اقدر انساك جبت لك مجموعه كتب كبيره وجهاز كمبيوتر. كانت القفزة في مسيرة الفنان خالد سامي تمثلت في عام 1999 للميلاد، حينما قام ببطولة مسلسل أبو رويشد، والذي كان بمثابة بصمة مميزة في تاريخ الكوميديا السعودية. كان جريدة فيها مسابقة. شو مش فيك خوفتني؟ مش فيني خوفت، الحين بغيت تخطفين عقلي وقلبي وروعت الآمنين. انت ما تعقلين ما تفهمين ما تركدين ما تكبرين. سويت شلون وش سويتي؟ لكن انتي طبيعي تصيرين كذا،
إذا أمت هي نفسها إلى الحين ما كبرت، ولا خالك اللي قاعد يعاند معاندة الأطفال. أقول وأنا أبوك سمي انقلعي، يلا ضفي وجهك. قدم بعد هذا العمل مسلسل الديرة نت. بكرة إن شاء الله أطيب وتشوفوني بعيونكم ألعب مع الهلال. يمكن الهلال الأحمر. الله يصلحك، الله يصلحك يا ولادي. تراك أنت استبزازي. نعم استبزازي، استغليت الفرصة أنك مسخن وقلت خل أبدأ أتذب عليهم. وبعدين يعني وبعدين كما شارك في عدد من حلقات طاش ما طاش. يا مقبول قبل تجيب العيال من المدرسة تمر علي في البنك، أبيك في شغيلة. بنك؟ بنك حق أنا. أوكي طيب يلا وخ كله خلاص. نظفت السيارة كفو. نعم ابراهيم معك. هلا هلا والله طال عمرك، هلا وسهلا. اي نعم بالنسبه للبطاقات اللي وصيتني عليها طال عمرك جاهزه. نعم جهزت لك اياها. المطلوب انك ترسل لي احد من طرفكم طال عمرك يستلمها. هو احنا عاده ما نسلمها الا للشخص نفسه. اكو شو نسوي، انت عاد عزيز وغالي. الله يطول لي عمرك. تسلم تسلم، تحياتي. ومسلسل أبو رشرش الذي قام ببطولته حتى جاء العام 2004 للميلاد. شديد هبه اذهبه ذي، لكن الله لا يوفزه اللي خذه، ما قدر قيمته، لكن بحيل اللي ما تنام عينه اني لازوجها تاج راسه. كلام ابوك صحيح، والكلام اللي قلته يا ريان ما ينقال. المهم نرجع لموضوعنا، هناك اقتراح بتزويج الابن الأصغر قبل الابن الأكبر، وبما أن الابن الأكبر قاعد يعمل دراسة جدوى، فإيش رأيكم؟ أنا من رأيي تزويج الأكبر قبل الأصغر أفكار قديمة. وأنا متفق معك يا رغد. أنا من رأيي أن نزوج ريان ورشرش سوا. خالي أنت منت رئيس الجلسة، أبوي رئيس الجلسة وأبوي اللي تكلم. لا وبشر عساك شاورت حسيب الخدامة. قدم بعد هذا العمل مسلسل أبو العصافير من بطولته وتأليفه أيضا، وقد شارك معه مجموعة كبيرة من نجوم المملكة والخليج وبعض الدول العربية كضيوف شرف في العمل. غرضك مادي بحت. أخس 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 هذا القروي ثرق ود بسهل، وش بحت ذي من وينك سارقها؟ يا أخي أنت ما في قلبك رحمة، بنت شاب فيها رعنان شبابها طايحت بسيكينة في ذا الفراش. أقول اسكت اسكت، ترانا جنب بيت قائم المقام والحارس ممكن يسمعنا. واسمع يا عدو نفسك، إذا دخلنا من داخل لي أنا وياك تكلم قدام قائم المقام، خلي الكلام لي أنا، فاهم؟ ما اسميكما؟ هذا باقي المقام. باقي قلت ما اسميكما؟ أقول أحمد رد تكفى، ترى أنا ما أعرف إنجليزي. إنجليزي الله هديك. ما اسميكما يعني إيش اسمك أنت وإيش اسمي أنا؟ بس بحق الأولين. طال عمرك اسمي التالي. ماذا؟ طال عمرك اسمه جميل ولا
ما يتميز به هذا الفنان النجم طبعا الكوميديا الفطرية، لا يتكلف. وحتى على فكرة هذا الفنان في جلساته العادية حينما نجتمع سواء في جمعية ثقافة الفنون أو في أحد المجالس تجده نجم الكوميديا في هذا المجلس، يمتاز بخفة الدم ما شاء الله تبارك الله. يعتبر الفنان خالد سامي من الفنانين الشاملين في الوسط الفني السعودي، حيث أنه كما يعرف كممثل له نجومية كبيرة، يقوم أيضا بالتأليف، وقد ساعد في الإخراج مرتين، أولها في مسرحية أحلام سلوم من بطولة ناصر القصبي، والثانية في مسلسل عودة عصويد كمخرج مساعد، وكأنه كان يريد أن يطور من مستواه لكي يصعد إلى عالم النجومية مبكرا. لم نفعله شيئا. وش هو؟ فالقين راس العسكري؟ الله، لم نفلقه، لا تفليغ بعد اليوم. نحن مجرد وضعنا فتحة في رأسه وانسكبت الدماء على وجهه وابتدى يصرخ: أنت تعلم ابنتي جميلة، بطلة جمال العالم، صغيرة فهي لا تفهم. عز الله أنك جبت لي العيد على إيده. هل الإيد سيأتي فجأة؟ كما أعلم أن الإيد يأتي بعد 4 أشهر، أم أن هناك إيد جديد ولم تخبرتني عنه لكي أفصل فستان جديد؟ استمر عطاء الفنان خالد سامي ليشمل المسرح، فقد قدم العديد من المسرحيات التي لا زالت راسخة في ذهن الجمهور السعودي، مثل مسرحية تحت الكراسي، ومسرحية محاكمة الحطيئة، وأستاذ مكرر، والمهابيل، وغيرها من الأعمال المسرحية التي شكلت إضافة للمسرح السعودي. قد يكون الفنان خالد سامي من الفنانين القلائل الذين شاركوا في مسلسلات الرسوم المتحركة بتسجيل صوته على مسلسل ليدي، حيث قدم شخصية آرثر، وكان حضوره في هذا العمل طاغيا لفصاحة لسانه وجمال صوته. إدوارد، لم أعرف أنك هنا. لأني أعلمت أنك ستعود من رحلتك الرياضية إلى أوروبا. يا ألكسندرا، لقد أصبحت قوية بالفعل. آرثر، سمعت أن نتائجك في أوروبا كانت جيدة جدا، تهانيا لك. أنا سعيد جدا إذ كانت جيدة حسب توقعاتي. يبدو أنك اكتسبت ثقة بالنفس، تبدو أكثر نضجا. شكرا جزيلا لك يا أمي.
استمر الفنان خالد سامي في تقديم الأدوار التراجيدية والكوميدية حتى عام 2019 ميلادية، وهو العام الذي شهد توقفه عن تقديم الأعمال نظر لحالته الصحية التي مر بها، لكن لا زال متلهفا لتقديم المزيد عند شفائه بإذن الله. ننتظرك يا خالد سامي لكي تعيد البسمة والفرحة على شفاه جمهورك المحب، نشاهدك قريبا بإذن الله. أجل لو قلت لكم بارولا 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 أكيد ما أنت بعارفينا، وأنت بالذات من بكرة تجيني مغير طقم السحالي اللي أنت لابسه في رجليك وتلبس لك جزمة زي الأوادم، والناس تصير زيك زي زملائك. مفهوم؟ معلوم معلوم يا صديق.